السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمعت يا شيخ عندي سؤال، عايز أشتري عربية ملاكي وأنا هنعيش غير نص ثمنها، وفي واحد تاني هيقسط لي النص التاني وهروح نجيبه من المعرض وهو يقسطها لي، ده حلال ولا حرام؟ لا، هذه حيلة من حيل الربا. عايز صور بصورة صحيحة. الصح إذا كان الشخص يبيع السيارة وهو يمتلكها، يجوز له أن يبيعها كيف يشاء، يجوز له أن يبيعها كيف يشاء بالتقسيط. لكن إنه يتدخل معك كوسيط يدفع المبلغ نيابة عنك ويأخذه من الفوائد الربوية، لا يجوز. جزاك الله خير. وياك.